ازيك يا رمزي يا حبيبي يا ابن عمي؟ ربنا يخليك. تقول انا الحمد لله كويس يا دول. وانا قصدي جاي في السكه لقيت الورد ده في سكتي قلت اجيبه. ليه يا دول انت طالع القرفة؟ يخرب بيتك يعني يا رمزي يا ابن عمي يا حبيبي يعني. لا يا سيدي مش طالع القرفة ولا حاجه، دول انا جايبهولك ليك انت. يا ربنا يخليك يا دولا، يعني وانا مش فاهم حاجه بس يعني متشكر قوي. دولا هي الورده دي واقفه عليك بكام يا دولا؟ لا الورده دي ما كانتش واقفه يا سيدي، دي كانت نايمه كده جنب اخواتها، راح الراجل بتاع الورد جمعهم كلهم وراح منيمهم كده هو لفهم فوق يعني. اول مره يجي لك بوكي ورده. ايوه. ربنا يخليك يا رب يا دولا، بس ده كتير قوي يا دولا عليا. لا يا رمزي، ايه يا رمزي يا حبيبي، مش كتير عليك يا ابني، ده كفايه بس مجهوداتك في البازار يعني. ربنا يخليك يا دولا. طب مش كنت تجيب لي سندوتشات احسن يا دولا وانا اكل ورد يعني؟ عملت حسابك يا سيدي، انت فاكر السندوتشات دي ليا؟ لا دي ليك. ومش جايب لك فول وطعميه بقى، لا جايب لك قشطه بالعسل، وجايب لك قشطه بالمربى، وقشطه بالحلاوه، وقشطه بالزبده. الله، قشطه عليك يا دولا. السندوتشات دي كلها ليا مش هديك حاجه؟ ايوه يا سيدي كلها ليك، ده ابسط حاجه اقدمها لك يا ابن عمي يا حبيبي. ياه يا دولا، دولا انت اول مره تقول لي كلام حلو كده وانا عيط يا دولا والله. يا رمزي تعيط ايه يا ابني، انت ابن عمي يا رمزي، بعيدا عن الشغل وقبل الشغل انت ابن عمي يعني، ابوك اخ ابويا الله يرحمهم. ربنا يخليك يا دولا. طب حس كده هنا يا دولا بقى، ممكن تزود لي المرتب بتاعي حبه يعني؟ طمع القرايب بقى، عايزنا ازوده لك كام يا سيدي؟ يعني 15 جنيه. بص من غير ما افكر موافق على الزياده. يا ربنا يخليك يا دولا. دولا وعايز روفر تايم. روفر تايم اللي هو زي الاوفر تايم يعني، عشان انت بتنام هنا في البازار وبتبذل مجهود. بص موافق. دولا وعايز عجله. عايز عجله. عجله ماشي، اجيب لك عجله يا جزمه. بس ايه لميع مش اي جزمه يعني. دولا وعايز اتعشى كل يوم في المطعم اللي هو على اول الشارع ده، حواوشي كل يوم. مش بس اعشيك كل يوم، ده انا كمان هساعدك في شغل البازار هنا يا رمزي. ايه ده مش معقوله، هتكسر معايا تماثيل؟ لا طبعا هتكسر تماثيل ايه، دي موهبه يا ابني عندك انت مش موجوده عند اي بني ادم، دي يعني هبه ربنا بيديها لك يعني، ربنا بارك لك فيها. انا مثلا ممكن اساعدك في اي حاجه من اللي انت ما بتعملهاش، مثلا امسح البازار، انظف التماثيل، ارصها، الحاجات اللي انت ما بتعملهاش خالص عمرك يعني. انا اي ايه وجعتك؟ انا اسف يا رمزي يا ابن عمي يا حبيبي، احبك قوي. يلا يا رمزي هات بوسه. يلا ماشي يا دولا. لا كفايه واحده كفايه واحده. دي داخلة على واحدة ونص، اما اقوم احضر الغداء قبل ما عادل يجي. استني استني اجي اساعدك، مش معقول لوحدك. وانا كمان هساعدك. وانا معاك. الله يسلمك يا حبيبتي. ها وحشتك موت 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 موت. يا خبر ابيض، ده ايه كميه الموت دي كلها يعني؟ انا اخش اغير بقى هدومي عشان اجي. واضح ان انتوا خلصتوا الاكل ولا ايه؟ لا استنى، تاكل الاول، ده انت هفتني عادل. شوف نفسك خسنان ازاي على الدوله، تعالى كل. فعلا انا خاسس بقالي فتره، يبقى اكل الاول. يلا يلا تعالى تعالى. الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دوق بقى الشوربه وشوف جمالها. فظيعه جميله. انت مش هتاكلوا ولا ايه؟ لا يا بيبي لا، احنا هنستنى لما انت تاكل، وبعدين احنا بعد ما تاكل انت وترتاح ناكل احنا. دوق الفته يا حبيبي، عاملاها لك بايديا مكتره فيه التوم اللي انت بتحبه. هايله. مين هيفتح الباب؟ انا انا انا. اهلا اهلا يا مربت. اتفضلي اتفضلي. ايه النور ده؟ انتوا مالكم النهارده؟ احنا مالنا في ايه؟ ما احنا زي الفل هو كويسين. كويسين؟ امال الجيران بتشتكوا منكم ليه؟ احكي لنا. يا عم مبك عمازل بيحبك، تعال المصمت مفتوح اهو. يا اخويا بالهنا والشفا على قلبك، ربنا يخليك يا سعاده. بس انت بقى لو فات بالعزومه ديت انت بتصالحني، هتعمل ايه بقى مع الجيران؟ الجيران ايه رايكم، ممكن نعزمهم كلهم؟ والله فكره يا عادل، ما تيجي نعزمهم الليله دي على العشاء. طب ما بدل ما نعزمهم على العشاء، ايه رايكم نعمل لهم حفله كبيره؟ يا
هتعملي ايه يا نقلة؟ هعمل تورته. هو احنا مش بنشتريها من البقال؟ لا، من الحلواني يا رمزي يا حبيبي. نقلة قوليها كده تاني. هي ايه دي اللي انا اقولها تاني؟ من الحلواني. اصل صوتك حلو قوي يا نقلة. انا افتكرتك هتقولي قوليلي تاني يا حبيبي مش الحلواني. لا لا، مش ممكن يا نقنق. لا مش ممكن. انا عارفة انك مخضوض ومندهش ومستغرب عشان اول مرة اقولك يا حبيبي. نقنق، هي ايه دي يا نقنق؟ القوطة دي صغيرة قوي كده ليه؟ لا دي مش قوطة يا حبيبي، دي كريزة كبيرة. والله؟ هنعمل بيها ايه بقى دي؟ دي بقى هنزوق بيها التورتة. ايه ده، احنا هنزوق التورتة بالقوطة؟ لا بالكريز. وحلوة قوي، وحتى دوق. الله، القطه دي مسكره قوي يا نقنق. قلنا اسمها كريز. ها، هتساعدني بقى ونعمل تورته؟ ماشي اوكي. طب نقنق، هو التورته دي يعني ليه مش عاملينها في البيت؟ عشان دي مفاجاه وانا عامله لهم مفاجاه، ولازم عشان تبقى مفاجاه اعملها بره البيت. فين ايديا؟ فين ايديا؟ ايوه نقنق، ايوه وشقي. ماشي نقنق، بس قولي لي بقى انا هساعدك ازاي بقى؟ انا تحت امر. انا اقول لك يا سيدي، انت امسك التورته دي زوقها لي بالكريمه وزوقها لي بالكريز لغايه ما انا اخلص التورته الثانيه. ماشي ماشي يا نقنق. حاضر. نقنق 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 نقنق. هي ايه القرطاس ده؟ لا ده مش قرطاس، ده قمع يا رمزي. هنعمل بايه يعني القمع ده؟ هتاخد كل الحاجات البيضه اللي هنا وتحطها هنا، وبعدين تقوم عامل كده وتقوم مزوقه كده على التورته الزغنططه. ايوه ماشي يا نقنق. شد حيلك. ها ماشي يا حبيبي، وانا مش هتاخر. ماشي يا نقنق يا حبيبي. ماشي يا نقنق يا حبيبي. شباكنا ستاير وحرير من نسمة شوق بتطير، بقالي كام سنة يا حبيبي. رمزي رمزي. ها عملت ايه ده؟ انت لسه ما زودش التورتة؟ فين باقي الكريز؟ انت اكلت كله بالهنا والشفا يا رمزي. مطرح ما يسري يمري يا حبيبي. دي لحظه بسبوسه. عندنا ضيوف. اهلا وسهلا. اتفضلي يا استاذ. شكرا. بسبوسه ايه؟ خلينا في المهم، فين الجاتوه؟ حاضر من عينيا يا معلم. اهو ادي الجاتوه اتنين كمان مع بعض. يا هلا وكريمه يا ماما. خد اتفضل. اتفضل يا معلم. اهو ده الكلام. طب انا جوزي بقى ولا بياكل حلو ولا مسبك يا حبيبتي؟ احنا عاملين حساب استاذ ابو السعود. مدعو الله يسامحك. نقنق خدي. مين يقدر يقاوم جمالك وحلاوتك دي؟ انا. ايوه، وقوامك الممشوق ووجهك الملائكي الطفولي البريء. نقنق، هي كلمه الممشوق دي كلمه حلوه يعني؟ ايوه حلوه يا حبيبي. حبيبي تتجوزيني يا نقنق؟ انت فاجئتني. وفاجئتني، دي كلمه حلوه برضو. انا ليا اخ كبير اطلبني منه. ايه ده يا نقنق، انت ليك اخوات من امتى؟ يجي من سنتين كده. اخويا اللي هناك ده اللي لابس بدله لونها تركواز. دولة، يا اهدي الدنيا صغيره قوي. ازيك حلاوه؟ الحفله دي يا ريت تكرروها قريب. والله لو ما تهربتش بعد كده ان شاء الله نكررها ونكون حوشنا بالمره ثمن الاكل اللي انتوا بتاكلوه ده يعني. بس على فكره يا استاذ عادل، احنا برضو لسه زعلانين. زعلان ليه تاني يا معلم هابره؟ اشتراك الاسانسير. طب يا سيدي، اشتراك الاسانسير بتاع العماره كله انا اللي هدفعه الشهر ده عليا يا سيدي. والنور. النور بتاع العماره كله انا هدفعه برضو، بس انت بقى ما تشغلش المروحه عماله على بطال. والميه يا استاذ عادل كمان. يا جدع الميه، انا حاسس الميه هي اللي عامله فيه كده. الميه ان شاء الله انا اللي هدفعها كلها برضو يعني. اهلا وسهلا، منورين. احنا يا اخوانا الحفله قاعده ساكته ليه كده؟ ما تشغلونا اي حاجه نسمعها. اتفضل يا حبيبي. في مزيكا بلدي تنفع؟ تنفع طبعا، يلا. ماشي.
غلط. ما هو حرام بقى يعني، اصل ده فطير يعني، اسانسير ايه اللي انا ادفعه لك يعني؟ وبعدين انت مش عايز اسانسير، ده انت محتاج ونش يطلعك لشقتك. والميه يا استاذ عادل؟ ميتي وانا كمان مسؤول عن حمومكو. طب والنور؟ نوري ما تبطلوا فطيره بقى يا اخي، يعني كل حاجه طالبينها انا اللي اعملها وانتوا ما بتعملوش حاجه ولا تدفعوا حاجه ابدا. اي حسبي فتحي، دهستي رجلي. مش قصدي يا سناء، انت كل حاجه بتنرفزي عليا كده. لا قصدي، انت طول عمرك مش طياني وبتتضايقي مني. يوه بقى، ما تقومي يا اختي يا مجيده ولا على رجليك ناشف منها، قومي شيلي الحاجات دي. انا اشيل الحاجات طبعا، انا راسي ناشف. انا الحاجات دي تعملها زي البلديو الشغالين اللي زيك. انا شغاله؟ ايوه انا شغاله. بقول لك يا دوله، انت مش عايز ايه يا دوله؟ انت مش هتجوزني اختك؟ اختي مين يا دوله تتجوزها؟ سناء يا دوله، هي موافقه ومستنيين رايك. مش عارف ليه